وزي ما تعودنا هنبدأ حلقتنا إن شاء الله بمشكلة من المشكلات الأسرية المجتمعية اللي موجودة في واقعنا المعيش، هنستمع إليها ثم نعود إليكم مرة أخرى لنجد لها حلا، فهيا بنا. طول عمري شايفة أمي وجدتي عايشين مع بعض في سلام، بينهم علاقة جميلة فيها حرص على مصلحة بابا. عشان كده لما اتجوزت ما اعترضتش اني اقعد في بيت عيلة، بس لقيت نفسي ملزمة بحاجات لازم اعملها يوميا في بيت حماتي، بطبخ وساعد واخدم، مفيش حتى دعوة حلوة ولا كلمة شكرا، كأني ملزمة بخدمة الناس دي لمجرد ان ابنهم يتجوزني. مش عارفة هقدر اكمل لامتى. وزي ما سمعنا مع حضراتكم، المشكلة بتدور حول فكرة خدمة الزوجة لأم زوجها لحماتها، وأيضا الأمر بيتعلق بخدمة الزوجة لجوزها أصلا. فإحنا إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مسألتين في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، نبين فيها آراء العلماء وأيضا آراء علماء النفس والاجتماع. وخلونا في البداية نبدأ بمسألة للأسف الشديد ظهرت عندنا في العصور الأخيرة. إيه هي؟ زمان إحنا كنا بنرى دوما زي ما السائلة بتقول إن الواحد كان بيتزوج وبيتزوج في بيت العيلة، الأعراف كانت كده، الغالب في الأعراف كانت كده، فبيتجوز واحدة بيجيبها في بيت العيلة، والواحدة دي بتنظر إلى أمه إن هي ست كبيرة فبتبدأ تخدمهم من باب الإحسان والعطف، وإن هي ست كبيرة وإن هي لو شافت واحدة زيها برة هتخدمها وهتحسن إليها. ليه؟ لأن تعاليم الإسلام أصلا جاءت بالإحسان إلى الغير، فما بالك إن كان هذا الغير في درجة قرابة اللي هي أم جوزي. ونبدأ في البداية ونقول السؤال، هل يجب على الزوجة خدمة حماتها أم جوزها أم لا يجب؟ لازم نفرق بين أمرين، فكرة الحقوق اللي هو العقد، عقد الزواج بينص عليها، وفكرة أبعد من ذلك جانب إنساني. فكرة الحقوق، عقد الزواج لا يوجب على المرأة أن تخدم أم زوجها، ما يجبش عليك خالص أن أنت تخدمي أم جوزك، مفيش وجوب. يعني إيه مفيش وجوب؟ يعني لو أنت ما خدمتهاش لا تأثمين، مش هتشيلي وزر يا ستي. ده بالنسبة لحكم الشريعة في مثل هذا الأمر. ليه بنقول كده؟ بنقول كده لأمر مهم، إن كتير جدا من الأزواج زي ما بيقولوا في غالب البلدان بيتخذ الأمر ده ذريعة ويبدأ يقول لها لا لازم تخدمي أمي، ولو ما خدمتيش أمي هطلقك أو هخرب بيتك أو هضربك أو هوريكي العين الحمراء إلى غير ذلك. ده بيحصل، ده موجود. فاحنا في الحالة دي لازم نبين الأمر ونبين الحقوق لأصحابها، نقول هنا للزوج لا يجب على زوجتك أن تخدم أمك، مش واجب عليها أنها تخدم أمك. طب مين اللي هيخدمها؟ حضرتك وإخواتك، سواء كان إخواتك ذكور أو إخواتك بنات، وده إن شاء الله هنبينه في حلقة أخرى. فده من باب الحقوق، لا يجب عليها أصلا أن هي تخدمها. في بقى جانب تاني احنا بنقوله دوما، ألا وهو الجانب أو البعد الإنساني. إيه هو البعد الإنساني؟ الله سبحانه وتعالى أمر الناس الذكور والإناث بفكرة الإحسان. يعني إيه؟ ربنا بيقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. طيب، من عموم نصوص الشريعة سواء في القرآن أو في السنة بنجد إن ربنا سبحانه وتعالى بيحث الناس على المحبة وعلى الود وعلى العطف وعلى الإحساس بالغير، خاصة إن كان هذا الغير كبير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فهنا لو جينا نشوف البعد الإنساني في مسألة خدمة الزوجة لأم زوجها، هنلاقي ليها فضل كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى. وما كان ربك نسيا، خلي بالك أنت النهاردة لو بتخدمي حماتك لوجه الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن عباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات إنما نطعمكم لوجه الله، فلو أنت بتعملي أكل أو شرب أو بتخدمي حماتك لوجه الله، هبشرك ببشرة جميلة جدا إنك هتدخلي في من أعد الله سبحانه وتعالى لهم هذا الثواب الذي قال فيه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم
ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا. الصبر اللي انت صبرتيه في الدنيا على خدمة أم زوجك ربنا سبحانه وتعالى مش هينساه، وما كان ربك نسيا. ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك في الدنيا وفي الآخرة. هيعوضك في الدنيا انه هيرزقك ان شاء الله بزوجة ابن بار بيكي، هتحبك هتعينك هتساعدك زي ما انت حضرتك ساعدتي أم جوزك اللي انت شفتيها بعين الشفقة وبعين الرحمة. فاحنا بنقول ايه؟ مادام الأمور بسيطة وممكن تخدميها لأنها في مقام أمك، خلي بالك دي ست كبيرة ممكن لا تملك من أمرها شيء، مش قادرة تساعد نفسها تأكل نفسها تلبس نفسها، ساعديها لله سبحانه وتعالى واطلبي الأجر من الله. ده من باب الوعظ. يبقى احنا يا جماعة بنتكلم دلوقتي في باب واسع اسمه باب الفضل لا باب العدل. باب الفضل أوسع بكتير من باب العدل. باب الفضل هيترتب عليه استقرار أسري، هيترتب عليه سعادة، هيترتب عليه محبة وود بين جميع الأفراد في الأسرة. ومن هنا نكون خلصنا الباب الأول اللي بيتعلق بخدمة الزوجة لأم زوجها.